هذا طالت عمارك بضيف يا جينا غالي، فلذلك أول ما يضيف لازم المدخن ومن ثم فنجان القهوة. فمحبين طلع عن أبو محمد. يا هلا ويا سهلا إبراهيم يا الدهلي الله. الرحال الإماراتي المعروف. الله يسلمك يا أبو محمد، شرفنا بشوفك. لا خلينا منك عزيز وغالي، غالي وتسوى العين وأم العين وعزيز عندي. الله يسلمك. ولك ولك صداقة ويانا قديمة من أول زمان. اياك ومحمد انا متشرف اليوم عندك. الله يحفظك، وان شاء الله رحله سعيده لك في الحياه هذه الجميله. الله يسلمك. الله يسلمك ان شاء الله. جزاك الله خير. يا مرحبا يا مرحبا. اللي ما يعرف ابراهيم الدهلي هو بيعرف عن نفسه. تفضل ابو محمد. انا رحال اعلامي، طبعا اعلامي ونشط في السوشيال ميديا، ولكن رحال تحت ال 200 دوله الحمد لله. زرت لعده مؤلفات، واحدة منهم كتاب أسفاري، والثاني أبو ظبي ذكريات من الماضي، عن أوائل الناس اللي يبغوا ظبي من الأخوة العرب والأجانب في الستينات والخمسينيات. ما شاء الله. أول عراقي، أول مصري، أول سوداني، أول هندي يبغوا ظبي. أول واحد. كيف عرفت هالمعلومات انت؟ أنا كنت اشتغلت طبعا بحث سياسي وإعلامي بديوان رئيس الدولة مع الشيخ زايد رحمة الله عليه 25 سنة. طبعا. عملت هذا، كنا تحت اشراف الله يذكره بالخير المعالي سعيد محمد الشرفه. علي شرفه محمد. نعم. وسوينا هالكتاب، سويته اغلبهم طبعا هاللي التقيت فيهم توفوا الله يرحمه، الكلام من 25 26 سنه. نعم. وعندي الكتاب الاخير العصا، اول بحث عمل عن العصا. نعم. ومستمتع باسفاري يعني، ونحن بعد مستمتعين ابو محمد، نحن مستمتعين وياك وفي حسابك المميز. عزيز عزيز. اللي هو عباره عن قاموس من حياه السفر والترحال في جميع مراحل العمريه، من حسيرت وجيت الوادي من الباحه، واليوم اللي ما وثق في حساباته هو اللي ما قبل السناب هو يصير ويجي ولا في الكون. رحلاتك القبلية شو سويت فيها؟ أنا والله كان تدري أول رحلة لي قبل 37 سنة. نعم. أنا عبرت بحر المانش من الدوبر البريطاني إلى كيليه الفرنسي، وأنا عمري 16 سنة. ما شاء الله. أي والله كان ما في هذيك الأيام نفق بين فرنسا وبريطانيا. أيوة. أول رحلاتي كانت للهند، حال كل المواطنين هذيك. نعم. الأيام. نعم. أول رحلاتهم دائما الهند، وبعدين مصر، بيروت، وبعدين لندن. نعم. أنا نفس الشيء سبحان الله، جات بالصدفة يعني. وأقول دائما إن السفر ما زال طويلا، أنا أستمتع بدون أدلة. ويقول دائما إبراهيم وين تنصحنا نسافر؟ أنا أقولهم دائما السفر أذواق، حال حال الأكل. أنت نعم. تحب البرياني، الثاني يحب المشبوس. أنا أقول كل دول العالم جميلة، ولا نتسهزأ ونتنزل أي دولة. يا أخي يقول لك شو وديك الصومال مثلا؟ أقول لهم أنا أشوف تاريخ وتراث الدولة. الصومال أول محل البيتزا فتح فيها عام 1935، قبل ما تعرفون أنتم البيتزا. قبل ما نعرف وين إحنا نتكرم هذيك الأيام. نقول صراحة قبل 70-80 سنة يعني حالنا حال أي دول الخليج يعني. هم عندهم سبب الاستعمار إيطاليا وغيره، فكل دولة لها مميزات. وكل يعني واحد عندهم البيتزا من سنة 35 وما قبل يعني، عرفت؟ سبحان الله. فهي أذواق دول. يقول لك إبراهيم وين ترشح لي؟ أقول أذواق. ناس تحب سيشل ويحب البحر والمالديف، الناس تحب السفاري وأفريقيا، ناس تحب الشوبينج تايلاند وبريطانيا، ناس تحب شحنا دولة. أقول لهم أذواق. أنا مرة قلت حق واحد أستراليا سيدني، وأنا كانت من أجمل الدول هي ونيوزيلندا، جميلة وعاصمة عالمية سيدني وجولد كوست. يوم قال إبراهيم وين مودني آخر الدنيا أنت يا عمي؟ من يومها ما عدت أعطي أي معلومة. أقول له والله أي دولة اختارها. بالنسبة لي أنا أستمتع، ودائما أقول قبل لا تروح أي دولة اقرأ وخذ المعلومة عن محلات. رايح أسبانيا وأشوف الحضارة الأندونيسية وأنا ما عندي فكرة عن الأندلس. دائما أقولهم يعني اقرأ عن المعلومة. أو رايح مؤتمر وأسأل هناك والله أنتم كم عدد سكانكم؟ يا أخي عيب أنت رايح مؤتمر ودولة تسأل رئيس الوفدنا كم ولا منو جيرانكم من الدول. لازم يا الفضيحة معلومة كاملة عن هذه الدول. دائما أقولهم اقروا قبل واستمتعوا لما تسيروا، مو بقاعد تقول. مره واحد سال ابراهيم سيشل فيها ستاربكس؟ قلت له لا هذيك الايام. قال لي شو هالدوله
متخلفه ستاربكس ما فيها. يا رجل انت مثل ما ذكرت ربط حضاره الدوله وثقافتها وتاريخها وشعبها ستاربكس. ستاربكس يا اخي استمتع بالدول، روح روح. انا لما اروح لساعه يا اخي ابراهيم شو مودنك حرق الجثث تروح تحرق الجثث في نيبال؟ انا رايح اشوف واشوف واقول الحمد لله على نعمة الاسلام. نعم. لما شفت الجثث تنحرق بالنار وغيره، لما اشوف عبادة كومار الاطفال الصغار يعبدونهم في مكان معين، لما اروح اثيوبيا اخر العالم واشوف هجرة الصحابة الاولى واشوف البركان اللي عمره ما وقف اكبر بركان ثائر للحين في شمال اثيوبيا. انا استمتع بهذه. او لما رحت كشمير الباكستانية كاول مواطن اروح مع حراسة 6 اشخاص، انا استمتع اشوف يعني ما عاد يهمني بعد الترحال والرحلات 35 سنة و200 دولة اني اشوف كوب شاي كرك وعلى النهر واقعد اصور. والله ما كوب الكرك على نهر على نهر وقعد اصور وبيتين من الشعر وبعد يا ليته عادنهن ولا ولا قصيده ما اخودات يا ليت ولا يفهم حتى معناه. ايوه ولا يعرف حتى القصيد معناه هذه. فانا اقول دائما استمتع برحله حتى اكلهم ذوق. انا كليت التمساح، كليت الحصان، كليت الكنغر، استمتع بالاكل. ان احنا عندنا ننزل من الطائره ودائما اقولها اول ما ينزل من الطائرة وين وين المندي وين بيت وين وين مطعم الهندي. يا رجل انت 24 ساعه مال الكرش هذا بالمندي والجسمه ايش دراني. ذوق لان الاكل بعد ثقافه. هي ذوق من اكلهم. احنا لا 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 شالين ودائما اقولها وضحكوا علي جسمه شالين القاشع ويانا والعيش ويانا. هذه مشكله ويانا. كبيره أوكي. شل لكن مو يوميا انت لازم تغير نمط حياتك. هو السفر اللي شو تغيير نمط حياة. نعم. احنا نتابعك بمحمد في لندن تمشي وتمشي وتروح وتسير ناس لا والله قاعدين لي على الكوفي وانت تعرفهم من اصبح الصبح لغايه بالليل هو قاعد يا شوبينج يا على الكوفي. انا اعرف ناس 40 50 سنه نفس يا اخي ناس رايحين تايلاند 60. انا عندي واحد يا 60 مره راح تايلاند. يا رجل اوكي تستمتع بس بعد غير العالم بالنسبه للجميل. ادري ان الناس وايد يحاربوني يقول ابراهيم يا اخي ساير بفلوسه وخلي هو هذا منهج. انا اقول لهم اذا انت ما غيرت نمط حياتك اللي قاعد اللي هني احسن قاعد في بيتك ليش تخسر بيزات. اي نعم عرفت كيف؟ لازم شوي اغير جلس في بيتك وكل اللي تبغى ساير لندن تاكل مطعم اماراتي يعني ليش ان شاء الله مره في السفره ما شيء مشكله. أوكي. كل يوم كل يوم وجرب جرب المنطاد جرب وانت بكرامه اركب حمير يا اخي غير حياتك يعني مو كل يوم سياره سيارتك وما ادري. دائما اقول واسترسل حتى في محاضرات ان السفر ثقافه وحاول انك شوي تستمتع في السفر تغير من نمط حياتك تغير مو بعايشني نفس اللي عايشين يعني في سفراتك نفس اللي عايشين من صباح الخير من صباح الخير الى من صباح الصباح الى بالليل وانت نفس الشيء قاعد اللي بالكوفي وانت شايف الاستاذ الكوفي اللي عدال الهرج يعني يحجزوا الحين يحجزوا الطاوله يدفعوا 50 باوند وبخمسين بمئة باوند. يا عمي شل سحارة انت تمر وياك شو اسمه وليش قاعد وليش القهوة مثل ما انت تستمتع بعمل لا هو يجيب له الدلة هذاك والداء ويقعد يصب ويدفعك اليوم 100 باوند 150 باوند على هالشيء. انا ضد هذا. انا اقول السفر ثقافة. نعم. استعمل النقطة المهمة خطط للسفر خطط. احنا عندنا ممكن مودع عائلة المطار يسألون عياله وين رايحين نقول بنشوف لنا أي جهة أبو محمد أبو عبد الله أبو سعيد السنة راح أذربيجان يلا. لا يا حبيبي ما يروق لك أبو عبد الله يمكن ما يروق لك أنت أنا يتصل فيني من إبراهيم هالبلد ما فيها شيء ليش أنا أنت قريت عنها شفت عنها لا عارف كيف ما فيها شيء. خطط للسفر شهر شهرين ثلاثة. أنا من كم سنة 4 5 سنوات حصلت حتى بريطانية في بريطانيا قالت لي قلت بروح على شرق اسيا كانت ماليزيا قبلها بسنه وقالت قلت ليش ما تروح دبي؟ قالت وانا راده بمر دبي 3 ايام بنزل بهذا الفندق باكل بهذا الكوفي بمر هذا المطعم قبل سنه مخططه وين سيرها؟ سبحان الله. احنا رايحين المطار ام عبد الله ام سعيد تسالنا والله وين مودنا ابو عبد الله؟ والله شوف نشوف الجهه نشوف اي جهه نسير لها عادي. ما يصير هذا يتحتم عليك ليش؟ عدم التخطيط المسبق والحجز.
غلف الأسعار بالفنادق بالخدمات. ممكن تذاكر حتى نقعد وياما شفنا نتصل في واسطة إبراهيم وياخن بنسافر أنا والعيال بعد بكرة مو محصلين تذاكر. طيب أنت وينك سنة كاملة؟ سنة كاملة وينك؟ أنا إبراهيم السنة الجاية الحين تونا رايح مع العائلة من بولندا للسنة الجاية إجازتهم ما أخذ تذاكر ومخطط السنة الجاية إجازتهم متى العيال وين بنسير من السنة هذه. وهذا هو الصح. واقف علي أبو محمد نص المبلغ سبحان لكن الله. لما أنا أسير قبلها بأسبوع بعشر أيام وأقعد أتحيل هذا والله شوف اللي حجز وشوف اللي ما يصلح يا بابا. يعني الأمور الثقافة هذه أنت يقولك والله إبراهيم تشال هم يشال هم لازم بشيل هم قام ما بشيل هم الثقافة لأنها ثقافة. أنا ياما حتى الأشياء وايدة يعني محاذير أنت شوف يمكن طولنا عليك لا 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 بعيد الشمس يعني سووها بعض السواح الخليجيين للأسف حركات وسيارات تسيء لنا. أنا شفته وكنت في أوروبا كنت كم طلعت من القرارات من بعد هالحوادث هذه الحوادث كم بلاد اللي لغت بفيز الشنغن ولا وايد هي والله. أنا أظل أقول الحمد لله بالإمارات عندهم كنترول على هذه المسائل ما قاعد نشوف شباب الدولة مثل بقية اللي اسمه فيه يعني أنت تخالف برا هني الحمد لله فيه قوانين صارمة تحكمك داخل بلادك وخارج بلادك. اي نعم ودائما نقول مثل ما قال سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد الإماراتي وين ما كان هو ابن زايد يجب أن يكون سفير لدولته وين ما كان يحترم قوانينها يمشي على تشريعاتها. ما سير أنا أخرب البيئة عندهم وأروح بالسيارات أسوي الويلات وغيره في زراعة وأكب الآيل مثل ما وزعج العرب يا رجل ما كلوا بطة من قبل أربع سنوات الهايد بارك كلوها وذبحوها وكلوها وانت تعرف البط تابع ملكية الملكة كلها يوم العامل هذاك ينظف الصبح حصل الريولها لها مرماية في الزبالة وانت بكرامه عليها الحلقة لها قال اوه هذه البطة ما شافوا الكاميرات عرفوهم من وهو هذاك بعد طالع بالفيديو والله سويته صالونة يا ابن شو اسمه يعني خفت عليك اللحوم والدياي كلها ب 250 درهم يعني تروح تذبح بطة في الهايد بارك والفيديو موجود الحين في اليوتيوب. فأنا أقول دائما تكون سفير لدولتك لأن تسيء ما تسيء لك تسيء للكل هناك ما عندهم حرية شخصية يقولون لا ما في هذا مبهى هناك يعرف العرب والخليج واحد ما يقول هذا إماراتي ولا هذا سعودي ولا هذا كويتي ولا هذا عرب فيسيء لنا كلنا. أنا أقول يعني يجب أن نكون نتقف وعارفين يا ودائما أنت حتى تقولها بمحمد وغير يا غريب كون أديب. نعم. أنت حتى الصورة اليوم تصورها لازم نحن نشوف عيالك الواحد ماسك موبايلنا في محاذير. أنت إذا صورت طفل بدون إذن أهل هنا ممكن تتحاكم. نعم. إحنا ماسكين عيالنا هذه فهذه ثقافة. أنا مرة قعدتني مع وزير التربية الحمادي الله يذكره بالخير كان ودي إن تدخل هذا الثقافة في مناهجنا نخبر عيالنا إن حتى لما ينشئ هذا يشتغل في مجال السياحة وغيره لأن السياحة صارت صناعة أبو محمد. نعم. دولة الإمارات ما شاء الله من أكبر الدول في هذا المجال عندنا. نعم. أكبر المعارض آيديكس عندنا الطيران عندنا مطاعم المعارض عندنا يعني متخصصة هذه الصناعة صارت عندنا من أفضل الفنادق عندنا المطارات يعني عندنا الطيران من أكبر الطيرانات في العالم. نعم. الاتحاد والإمارات والعربية وغيره عندنا هذه الصناعة. فأنا أدعو دائما الشباب إنهم يتجهوا للسياحة فيها مداخيل الحمد لله وفيها فأنا دائما أدعو الشباب إنهم يعني تخصص مثل السياحة وغيره. نعم. المتاحف عندنا متاحف ما شاء الله اللوفر وغير دائما يعني هم في حاجة للشباب اللي وهذه كلها سياحة يعني دراسة متاحف والسياحة كلها مرتبطة من بعض إن نعم. دائما التخطيط وإن المسافر دائما يكون على ثقافة هذا مهم يعني. أبو محمد شرفنا بهالزيارة وفرحت بشوفك. لا أنا والله الود ودي يعني ما أودر التصوير وياك ساعات طويلة خصوصا أن الاستفادة منك ما شاء الله كثيرة واليالس وياك غنيمة يعني أنت من أنت من شباب الدولة اللي الناس تفرح فيهم ومن من الفصيل المشرف الله يخليك يطرح فيك البركة وفي عيالك وذريك ويحفظك إن شاء الله ويشرفني ويسعدني نشر حساب شخصية إعلامية رحال إماراتي مثل أبو محمد الأخ العزيز إبراهيم الذهلي. إبراهيم الذهلي شخصية طيبة حبيبة
معشراني والعرب كلها، صديق الناس كلها، واصل للعرب كلها داخل الدولة وخارجها، يحضر كل المناسبات في الفرح والحزن، جميع حتى الفنانين اللي تم استخارهم الله سبحانه وتعالى وهم خليجيين ولهم بصمة في التلفزيون الخليجي، وصل وحضر جنازاتهم، حصل دفنهم وحضر أفراحهم وحضر أتراحهم في كل المناسبات. فأكيد كل الشكر لك والتقدير الأخ العزيز أبو محمد، وتشرفنا بهالزيارة، وأكيد من سنوات وسنين، وأكيد يشرفني نشر حسابك، وأرجو من متابعيني الأعزاء يسوون فلو لهالشخص المميز الفنان ومتابعة حسابه المميز اللي دوم حافل بالأشياء المفيدة.